أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: حصل عندي إشكال في الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة مع قوله فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. من زاد من مرات، من زاد في المرات فقد أساء وتعدى وظلم. أما إذا ما زاد على المرات ولكن بالغ لأجل أن يصل الماء إلى أنفه، هذا هو السنة. نعم.